هدفت أكاديمية مطوري أبل بتخريج الدفعة الثانية من متدربات الأكاديمية، والتي بلغ عددهن أكثر من 190 مطورة في رحلة امتدت إلى نحو 9 أشهر، بهدف ابتكار حلول تقنية ذكية ودعم الشركات الناشئة في مختلف مجالات أبل. مرينا بتجربة جميلة كعائلة، 9 شهور الماضية كانت بالنسبة لنا يعني رحلة من أصغر واحد في الأكاديمية ومن أعتقد أصغر طالبة 18 سنة إلى أكبر طالبة كانت 49، الستاف كامل، الفريق المنترز كلهم كنا نعيش أيام طبيعة الأكاديمية، طبيعة عائلية، فالجميع كأنه أهالي لهم فخورين فيهم. 9 أشهر ما كانت بسيطة، ما كانت سهلة، كان الجميع يعني يعاصر فيها مختلف الشخصيات والأعمار، عاصرنا فيها تحديات وتجارب كثيرة، أعتقد نمت الحمد لله من شخصياتنا بشكل جدا كبير. طبعا بالنسبة لتطبيقنا لما معكم ماريا العطاس وموضي الشمري، وفي 2 أيضا من زميلاتنا لينا الظاهري ورنا الظاهري. بكل بساطة هذا فريق العمل اللي كان خلف النجاحات الحمد لله لليوم الكل شاهد في تطبيق لما. تطبيق لما بكل بساطة نحن نساعد كل الأشخاص الذين عندهم أي مناسبة خاصة أو عامة، إرسال الدعوات، استقبال الردود، وبطريقة جدا سهلة جدا بضغطة زر تحديدا يقدروا يستقبلوا جميع الردود ويتابعوا مين بالضبط اللي راح يحضر، وعلى هالأساس يقدروا يجهزوا لمناسبتهم. اشتغلت على تطبيق أدمها مع زميلاتي إناس التركي، خولة الراشد، أشواق عزان، وعتوني الحارثي. سوينا تطبيق أدمها اللي هو حاوية ذكية تربط بين المزارعين ومصانع التسميد والأفراد، بحيث أنه أي أكل فائض عند الأفراد يرمونه في هذه الحاوية ويتم ربطه مع الأفراد المزارعين ومصانع التسميد. الصراحة الأكاديمية كانت تجربة مرة رائعة، 9 شهور كانت مرت مثل الدقيقة، يعني انبسطنا فيها وتعلمنا فيها من كل النواحي، مهارات اجتماعية وتقنية ومن كل النواحي. طبعا الحمد أول شيء لله سبحانه وتعالى، لولا فضل الله ما كنت حققت هذا الشيء، ثم والدي وأهلي وزوجي وتشجيعهم لي. في الحقيقة أوصف تجربتي في أبل يعني تجربة فعلا فريدة وثرية وفريدة من نوعها، حيث كونها لم يعني فقط تعطيني الفائدة العلمية، بل أثرت فيني بشكل كبير من جميع النواحي سواء اجتماعية أو شخصية، حيث أني حاولت أني أوازن ما بين دراستي في أبل وما بين تخصصي الصيدلي، فكنت أداوم 8 ساعات في اليوم في الصيدلية، وكنت أداوم في أبل 4 ساعات. كانت تجربة جدا غنية، غير أنه انتقلت من مدينة لمدينة في سكن، وفروا لنا أبل يعني الحمد لله سكن طالبات، فكانت تجربة جدا غنية من ناحية التعليم في أبل، أنه أيا كانت الطالبة من أيا كان خلفيتها يدعمونها ويشجعونها. أنا خذيت الأكاديمي مع الجامعة، فكان ضغط مو طبيعي، لكن كانت تجربة وشعور فظيعة جدا، وتجربة علمية ما راح أخسر عليها، ودائما أكون سعيدة فيها لما أتذكرها. قضينا 9 شهور، بديت من الصفر معهم وانتهيت، يعني دخلت بشكل وخرجت بشكل ثاني، جدا فخورة باللي سويته هنا، وجدا سعيدة بالفرصة اللي صارت، وإني يعني الأكاديمية علمتني أشياء مرة كثير. فعلا الأكاديمية فيها تنوع، لو أنت أم تتوقع أنك ما راح تقدري، وهذا اللي شفناه في المدربات الموجودين. لو أنت طالبة أنت تقدري، لو أنت whatever إيش كان، حتى لو في مدينة مختلفة، أعتقد إمكانيات المرأة تفوق هذا الشيء، والتحاق بأكاديمية مثل هذه تهيئها لسوق العمل، وأنها تصبح حتى إن شاء الله رائدة أعمال. أبدا ما يترددون أنهم يدخلون، بالعكس تجربة حلوة تساعدكم تطوركم، مو صعبة أنكم توازنون بينها وبين العمل أو الدراسة، جدا سهلة. الأكاديمية تعطيكم كل شيء، من أي ريسورس، من أي دعم معنوي مادي، أي شيء يقدمونه لكم. يعني أبل ما هي مقتصرة فقط على التقنية، تقدرين تطورين مهارات البزنس، مهارات التحدث، أشياء كثيرة تقدرين تطورينها في أبل، ولا تخافين من موضوع أنه أنا خلفيتي مختلفة أو شيء، هم مرة يدعمون. الحمد لله أن تجربتي كانت مرة سعيدة، وأنصحكم كلكم أنكم صراحة الكلمة الوحيدة اللي أبغى أقولها أنها تستفيد من كل دقيقة بالأكاديمية، وأنصح كل فتاة تحب تطور نفسها أنها تقدم على هذه الخطوة ولا تتردد أبداً. استقطبت الأكاديمية خلال مشوارها في هذه النسخة إلى أكثر من 68,000 مرشحة، وأكثر من 400 نموذج أولي، وأكثر من 190 مطورة، بالإضافة إلى 37 تطبيق في متجر أبل و9 مشاريع ناشئة. لبرنامج يا هلا
فيصل الملحم.